Hello everyone, السلام عليكم الدراري، مرحبا بكم عندي في لاشين يوتيوب. الا كنتي اول مره كتابعنا ما تنساش ديرنا سبسكرايب باش تصب اي حاجه لحنا جديده. ورا كنديروا كل نهار كنديروا فيديو فيه 5 دقائق، هضر على الفيديو الرابع الخامس عفوا. من الاحسن هي من الاحسن تفرج هادشي اللي غادي ندير هنا، راه غادي ينفعك سواء يعني اول مره تفرج فينا ولا الا بديتي من الاول غادي تكون مزيانه، يعني من الفيديو الاول الثاني الثالث الرابع ما كنديرش فيهم بزاف. اليوم غادي نكملوا الطريقه باش بدينا في الفيديو الرابع. الفيديو الرابع كنا هضرنا على كيفاش تقرا، كيفاش تلقى بعد الا لقيتي بعض الحروف في بعض الكلمات كيفاش كتقرا هذيك الكلمه. يعني هذا الفيديو هذا خاص بالناس اللي بغاو يطوروا البرونسياسيون ديالهم، يعني كيفاش تهضر بالطريقه اللي هي واعره مزيان وكيفاش تقرا بطريقه مزيانه اللي هي صحيحه باللغه الانجليزيه. اليوم غادي نشوفوا عندك خلاك هادشي هذا، راه في الاخر ديال هذا الفيديو راه غادي تفهم، غادي تفهم مزيان. يعني اليوم غادي نشوفوا بعض الحروف كي كيتنطقوا، يعني حيت النطق راه كيلعب واحد الدور كبير. غادي نشوفوا هذا الحرف الى لقيناه في بعض الكلمات كي كيتنطق. كاين اللي كينطقوا جي، وراه ما عندناش في اللغه الانجليزيه جي، هذا كيتنطق ج اد ج ج. هي كتبتها هنايا، راه بعض المرات كنعطيو هاد الرموز كيتسموا باللغه الانجليزيه ترانسكريبشن. انت بمعنى حتى الاخر راه هادشي غادي تفهمو، راه ساهل بزاف. عندك تعمر راسك تقول انا كيفاش هادي اش هادشي هذا، راه ساهل بزاف. في الاخر ديال هاد الفيديو راه غتستافد معنا مزيان. مثلا هاد الحرف هذا عندك تقول لي اللغه الانجليزيه راه شي حاجه صعيبه، يبان لك هادشي. شوف راه من بين اسهل اللغات هي اللغه الانجليزيه، يعني راه من بين اللغات لانه ممكن يعني تعطيك واحد الفرصه انك تخدم هي اللغه الانجليزيه. يعني راه الا عندك مع اللغه الانجليزيه راه غتمشي مزيان. غادي نشوف هاد الحرف كي كيتنطق. هاد الحرف في اللغه الانجليزيه كيتنطق ج ج. عطيت ليه هاد الرمز هذا، هذا كيتسمى كما قلنا ترانسكريبشن. ترانسكريبشن از كيفاش كنطقوا، كيعطينا كيفاش كنطقوا الكلمات باللغه الانجليزيه. بحال مثلا هاد الكلمه كتقرا في الانجليزيه هيوج، ما كنقولوش هيوج. بعض المرات الدراري كيقول لك هيوج، اتس نوت كوريكت، يو كان سي هيوج هيوج. هنا كتنطق هذه قلنا كتنطق ج، بحال ما كيهمناش الكلمه شنو كتعني. هنا الله يرضي عليكم اللي كيهمنا هو النطق ديالها. الكلمه ديال هيوج يعني ضخم او كبير جدا، بيج، اور اي كان سي هيوج يعني كبير بزاف. فور اكزامبل هير اشنو قلنا في الفيديو اللي داز، هنا قلنا هذه كتنطق اي، هذه غتنطق ج. ايج 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 يعني لاج، ايج ما كنقولوش اج ولا ايج، يو كان سي هير ايج ج. يعني قلنا هذه ضروري غادي تنطق ج. فور اكزامبل بيج، هذه كتنطق قلنا اي، سو هير يو كان سي بيج. قلنا هذه كتنطق ج، راه هادي صغير يهمك بزاف الله يرضي عليك، خصوصا الا بغيتي تقرا ولا بغيتي تهضر باللغه الانجليزيه. مثلا I have a huge house، واحد الدار كبيرة huge، ما كاينش نقول مثلا huge يعني كبيرة بزاف، يعني huge. هذه الله يرضي عليكم كتقرا image، image ما كنقولوش image ولا image، you can say image. ج for example charge، ما كاينش نقولو charge ولا charge. قلنا هذه راه شفناها، هذه كتنطق تش، you can say charge charge. سو غادي نمشيو لهنايا، هذا الحرف هذا الله يبارك الا لقيناه في اللغه الانجليزيه كتقرا اي، ولا لقينا قلنا هذه كتقرا اي، عطينا الرمز هنايا ديال اب اي اي. بحال مثلا هنا لايت، لايت هو الضوء، لايت. بحال برايس، برايس يعني ثمن، برايس. اللي كيهمنا الله يبارك لكم هو النطق ديالها، هذه قلنا كتقرا اي. فور اكزامبل لايت برايس وايف يعني زوجة، هنا قلنا كتبقى I وايف. For example here we have we don't say ما كنقولوش mind، you can say mind، mind يعني العقل. هنا هذه كتبقى fire، you can say fire، fire يعني النار أو العافية كتسمى fire. بحال مثلا أنا شنو غادي تقرا هذه، هذه قلنا كتقرا I نطقها باش نشوفوا، ما عرفتش واش نطقيها بشكل صحيح. المهم كتنطق size، size قلنا size، قلنا هذه كتنطق I. For example wide يعني واسع، wide راه شي غيعاوننا في بزاف ديال الحوايج الله يرضي عليكم. يتبع معنا حتى الاخر غادي تفهم بزاف ديال الحوايج، يعني والدروس اللي كنحطو راه كيكونوا ساهلين. واحد النهار غادي نديرو واحد تيكست ولا واحد القصه وغادي نقراوها وغادي نطبقوا عليها هادشي هذا، وراه غادي تلقى واحد التحسن كبير. بحال هنا we have wide يعني واسع، بحال nice ما كنقولوش nice، you can say
nice. For example, behind. Behind هذه كتقرا I behind يعني وراء اللي كيهمنا كيفاش كتنطق هاد الحروف الى لقيناها في بعض الكلمات. بعض المرات راه كتقرا اي بحال سيت ولكن غادي نشوفوا هنا قلنا كتقرا اي غير عقل عليها بلا انها كتقرا اي light price wife mind fire size wide nice behind. For example, whenever in English, دائما في اللغة الإنجليزية الله يرحمها ملي كنلقاو OA هاد جوج الحروف مجموعين OA بعض المرات كنلقاو صعوبة نطقوها ولا O يعني إذا لقينا في الكلمة O ولا لقينا فيها مجموعين فيها هاد جوج حروف OA كتقرأ O O عطينا هاد الرمز هذا حيت شفنا واحد الرمز ديال أو هادي كتقرأ أه أو بحال مثلا boat boat هو البخيرة كتسمى boat اللي كنمنا إلا لقينا هادو كي كتنطقو كتنطقو أو boat بحال مثلا okay for example here sorry بحال مثلا هنا كتقرأ road road يعني الطريق road. For example here we have goat ما كنقولوش got وما كنقولوش road وما كنقولوش boat it's not correct boat road goat goat هي المعز goat. For example we have nose ما كنقولوش nose you can say nose هو الأنف nose بحال close close هذه كتقرا او عطينا هاد الرمز ديال او هير يعني الله درت ما كنقولوش close كاين اللي كيقول لك close the door close يعني اغلق ولكن هذه كتقرا close close the door. For example, here we have vocabulary not. You can say note, no. For example, code. We can say code. ولا not. You can say O. قلنا ملي كيكونوا هاد جوج مجموعين ولا هادي كتقرا O. For example, note, code, hope. We can say hope. بزاف ديال الدراري كيطقوها hope. It's not correct. And we can pronounce it hope. Amen. Hope. بحال مثلا joke ما كنقولوش joke يعني joke هي مزحه او كي سي joke يعني نكته كتسمى joke ما كنقولوش joke كي سي joke. غادي نعاودو من الاول ديالكم من الاول قلنا هذه كتقرا j. For example huge age page image charge. For example here we have I light price, wife, mind, fire, size, يعني لابار size, wide, nice, behind. For example, here, whenever we have OA or, you know, O in a word, ملي كتكون عندنا في شي كلمة كتقرأ O, بحال boat, road, goat, nose, close, note, code, hope, joke. So thank you very much for being attention. كشكركم ولكن ما تنساش تبارطاجو مع الاصدقاء ما تنساش ديرنا سبسكرايب وتخلي لنا شي كومونتير وشجعنا فيه. So thank you very much. So goodbye.